كل لحظة في الحياة تستحق أنه نعيشها بأجمل ما يمكن، والجمال عموما بيحلي وبيعطي طعم ومعنى وروح لأي شيء في الحياة. ولأنه الجمال مميز، فمجموعة مميزة بس من الناس هم اللي بيفهموا معناه، بيقدروا وبيعرفوا قد ايه بيفرق بحياتهم. أنا حاليا بزيارة الدورية لأمريكا مشان أعرفكم وأنقلكم أفضل شيء وأحدث شيء، التقنيات ذات النتائج السريعة والمضمومة، جديد اللي بيلغي فكرة الألم المصاحب للإجراءات التجميلية، جديد اللي بيسوي الفرق. تابعونا.